الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين. يا ربنا الملك لك والحمد لك والأولى والآخرة لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وبعد، أيها الكرام، فقد استمعنا إلى آيات كريمات من سورة هود، بداية من قول ربنا تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون ويفعلون أيها النبي وأيها الرسول. لكني لما تأملت قول ربنا تبارك وتعالى وجدت أن لي وقفات مع هذه الآيات المباركات. الوقفة الأولى: وأوحي إلى نوح. من الذي أوحى؟ الذي أوحى هو الله رب العالمين. أوحى إلى من؟ أوحى إلى نبيه نوح عليه السلام. بما أوحى؟ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ما عليك؟ فلا تبتئس، لا تحزن. ثم يأمره ربنا تبارك وتعالى بفعل أمر عجيب: أن يصنع فلكا أي سفينة. ونوح ما هو بنجار، ولكن ربك تبارك وتعالى إذا أراد علم فهو صاحب الصنعة. ألم يقل للأنبياء: ولتصنع على عيني؟ فهو الرقيب وهو المعلم وهو الناصر جل جلاله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تأمل، الله تعالى لا يريد أن يسمع لفظة واحدة من ظالم أو لظالم. الحبة دول اللي آمنوا يا نوح لن يؤمن غيرهم. لا تخاطبني في الذين ظلموا، اوعى تجيب لي سيرتهم. ليه يا رب؟ انهم مغرقون، انهم هالكون، انهم لم يتبعوا رضوان الله تبارك وتعالى، انهم لم يتبعوا هدى الله عز وجل. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نوح النبي صار نجارا بقدرة الله بعين الله. فإذ بالقوم يسخرون من نبي الله نوح عليه السلام عندما مروا عليه وهو يصنع السفينة بأمر نازل من رب السماوات والأرض ويصنع الفلك. خلي بالك، خلي بالك عشان تتعلم أن من كان معه ربه فمن ضده، من أيده ربه فمن خاذله، من قواه ربه فمن مضعفه. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. انتوا بتضحكوا علي، انتوا بتهزأوا مني، وانا نبي الله المؤيد من قبله جل جلاله التي القتني امي فنجاني. سبحان الله، ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. العبرة يا سادة بالخواتيم، ف
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الى ان اتم نبي الله نوح عليه السلام صنع السفينة. واي سفينة ستجري على الرمال؟ السفينة تحتاج الى ماء. هذا من وجهة نظرنا نحن القاصرة، ونسينا ان الامر هو الله، والذي سينزل الماء من السماء وينبعه من الارض انما هو الله. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور البحر، المية فارت وزادت لدرجة انها كانت في ارتفاع الجبال. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن، اللي هم القليل، وما امن معه الا قليل، الا من سبق عليه القول ومن امن، وما امن معه الا قليل. تعال السفينة تجري على الرمال، لا، تحولت الرمال بقدرة من يقول للشيء كن فيكون الى بحر. اسمع. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ما بقاش جبل، ما بقاش رمل، ده موج كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح منه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الابوة يا ابن اركب معانا، يا ابن اسمع كلام ابوه، يا ابن تعالى عشان تكون من الناجين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. يا ابن انت مش فاهم، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. خلاص المناهة خلصت، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الشاهد الاخير قلب الاب، سيدنا نوح بينادي ربنا. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. العجيب انه ليس من اهلك. ازاي كيف لا يكون من اهلي وهو من صلبي؟ في حذف في الكلام. ليس من اهلك الناجين، ليس من اهلك المؤمنين، انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. وفي الرواية التانية اللي جراها شيخنا انه عمل غير صالح. فاي عمل لا يوافق الايمان فهو عمل غير صالح. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم والسامعين والحاضرين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ايها السادة الكرام، يطيب لنا الان اللقاء ان نستمع الى هذه التلاوة الطيبة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد المنعم سلامة، القارئ والمقيم بهيهيا، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وَمَا
ربي إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Oh,
وعليكم من الله السلام. سلام الله تعالى عليكم ورحمة